على بركة الله، هذا أول دفتر، يعني دفتر التوفير الوطني لاكيس سوسيال لاكيس ناسيونال، عفوا، أول دفتر للتوفير ليبري 1952 1956 1954، المهم هذا الخمسينات أول دفتر، أول فرانك، أول دفتر للتوفير الوطني هو هذا في المغرب، وهالكيتونس ها هما صورة فيهم دايرين بحال أوراق نقدية. هذا هو أول توفير وطني بالإمارة، أن الغلاف ديالو صورة فيه خريطة فرنسا. هذا فعل الاستعمار، يعني قبل الاستقلال، أول دفتر وطني للتوفير، أول دفتر وطني للتوفير. وهذا باش تعرفوا، هذا في السنوات الخمسينات أول دفتر التوفير الوطني. وهذا هذا هو الدفتر الأول، كونت سو كارني، كيتسمى كونت سو كارني، وديك الساعة عن طريق الوسطى. هذا أول دفتر في المغرب، وهذا أول دفتر للتوفير الوطني. هذا هو أول دفتر. أول دفتر هو هذا، ها فيها الراية ديال فرنسا، لاكيس نص